حول هذه الأزمة ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة النائب صلاح عبد المعبود، وكيل لجنة النقل بمجلس الشعب. سيادة النائب، أهلا بك معنا أولا، ونريد أن نتعرف على بنود الاتفاق الذي تمكنت لجنة النقل في مجلس الشعب من إبرامه بين الحكومة وبين المتظاهرين من العاملين في هيئة النقل العام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هي النهارده اللجنه عملت انجاز كويس قوي، انها قدرت تفك اعتصام او اضراب عمال النقل، هيئه النقل العام. والحقيقه انا شايف ان احنا الحمد لله قدرنا نحقق الاجراء ده في تعاون واضح بين الساده الوزراء دكتور جلال السعيد وزير النقل، وكان معانا النهارده في لجنه النقل والمواصلات محافظ القاهره دكتور عبد القوي، وكان معانا ايضا المهندسه منى مصطفى رئيسه هيئه النقل العام، وكان معانا الاستاذ علي هارون ده نائب عن السيد وزير التنميه المحليه. وطبعا الموضوع اتفرد وبوضوح مطالب العاملين، كان ليهم مطالب، ثلاث مطالب رئيسيه. المطلب الاول هو ضم هيئه النقل العام الى وزاره النقل، والمطلب الثاني حافز الاثابه، عاوزين ياخدوا 200% حافز اثابه، والمطلب الثالث اللي هو المعروف والمشهور اللي يكون نهايه الخدمه ليها مكافاه 100 شهر. والحقيقه الناس كان في تجاوب واضح من الحكومه لحل الازمه، ولكن طبعا انا في اللجنه كنت بعيب على الحكومه، وقلت ان الحكومه بتدفع الناس دفعا لعمل اضرابات واعتصامات. يعني النهارده بعد الفترة الطويلة دي 13 يوم اعتصام وإضراب، الحكومة بدأت تحل معانا المشكلة. طب ما كان من الأول نقدر نحل المشكلة، ولكن على أي الأحوال يعني تناقشنا في المسألة وقدرنا نوصل لاتفاق مع الحكومة، والاتفاق ده بنوده يعني استكمال المستندات القانونية اللازمة للعرض على اللجنة، لجنتنا في موعد أقصى 1/5/2012 لإمكانية ضم الهيئة لوزارة النقل، وده أمر كان مطلب للعمال، ودي مسألة تحت دراسة واستكمال إجراءات، لأن طبعا عشان ننقل من مكان لمكان أو من وزارة التنمية المحلية لوزارة النقل دي محتاجة إجراءات ومحتاجة جهد كبير، إدارات مالية وتوفير إعتمادات مالية، ويعني الأمور يعني ليها إجراءات قانونية طويلة. فالمقصود إحنا قدرنا النهاردة على 1/5 إن شاء الله هيكون في رد قدام اللجنة جاي لدراسة هذا الأمر وتوضيح بنود النقل كاملة. ثانيا قدرنا نوصل اتفاق ان احنا يتم اعطاء العاملين مكافأة نهاية الخدمة شهرين لكل سنة خدمة بدلا من شهر ونص. كانت المطالب تترفع لمئة شهر، ولكن يعني بالتوسط كان المطلوب 54 شهر اللي بدأت تقدم، والمطالب كانت 100 شهر، قدرنا نوصل لحل وسط ل 72 شهر، يعني بواقع شهرين على كل المده التي قضاها العامل في خدمته. احنا اقصى مده عندنا العامل 36 سنه، ويبقى السنه تاخد عليها شهرين، يوصل النهارده ل 72 شهر. ده كلام ده اعتبار من 1/3/2012. ده بالاضافه لخمس شهور اللي هي بتسمى العقد مع الشامل. وده بنود الاتفاق، ان شاء الله اظن يكون دي بنود مرضيه، واستجاب كثير من العمال، والحمد لله اللي بدات الحركه يعني تسير في القاهره، والعمال كتير نزلوا الجراشات حق ان الفتره المسائيه اشتغلت، وده كله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. طيب سياده النائب، يعني طارق السيد ممثل عمال هيئه النقل العام واللي هم معتصمين يقول ان لابد ان احنا نضمن ان هذا الاتفاق موقع عليه رسميا من وزير النقل ومحافظ القاهره حتى يفض الاعتصام بصوره كامله. تمام، يعني اظن حضرتك احنا في الاعلام واضح وبينقل الصوره حيه، واحنا لجنه نقل المواصلات لجنه من مجلس الشعب، لجنه بتحمل هم الشعب. احنا يا جماعه احنا جينا المجلس ده بشرعيه، يعني الشعب اختارنا في انتخابات شرعيه حره نزيهه، والشعب وثق فينا. فكلامنا واتفاقنا النهارده، واحنا النهارده ما بنلعبش، دول وزراء، وزير النقل ومحافظ القاهره ورئيس هيئه النقل العام دكتور المهندسه منى، دول ناس مش صغيرين. فالضامن ليهم ان احنا اعلاميا بنعلن الان هذه البنود التي تم الاتفاق عليها،
واحنا ان شاء الله نتعهد لشعبنا العظيم ان احنا نواصل المسيره معهم حتى نرفع المعاناه عن شعبنا الناضل الحر ان شاء الله. طيب استاذ صلاح سنعود اليك بعد قليل. الان ينضم الي عبر الهاتف النائب صبري عامر رئيس لجنه النقل بمجلس الشعب. استاذ صبري اهلا بك معنا، والسؤال الان يعني بعد هذه الخسائر التي ذكرت الحكومه ان هيئه النقل العام خسرتها ووصلت الى عشرات الملايين، يعني لماذا لم يتم التفاوض من قبل الحكومه مع المتظاهرين ل يعني تلافي مثل هذه الخسائر، ونحن نبحث الآن أو هم يبحثون الآن عن موارد مالية لتحقيق مطالبهم؟ هو الحقيقة قبل النقطة دي بس عشان أنا عاوز أنبه على نقطة مهمة جدا. الاتفاق اتمضى من العاملين واتمضى مني أنا شخصيا، وهذا الاتفاق لما أنا مضيته بعد أن قمنا بالاتصال تليفونيا بوزير المالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ومحافظ القاهرة ووزير النقل، كان عندهم مواعيد ويعتبروا هم ماضيين على الاتفاق. فدي نقطة مهمة جدا، مش عاوزين أي حد يقول محافظ القاهرة يمضي. أنا مسؤول عن تنفيذ هذا الاتفاق من كل المسؤولين، لأن احنا تم الاتصال بوزير المالية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق مني أنا شخصيا. أنا كلمت وزير المالية قبل أن نوافق على الاتفاق، اتكلمنا مع هؤلاء المسؤولين. لكن ماذا لو احرجتكم السلطه التنفيذيه كما قال بعض نواب الشعب ان الحكومه تحاول احراج مجلس الشعب ووضعه في وضع حرج مع الشعب دائما في ازماته التي تمر بها؟ لا 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 يمكن، لا يمكن. وانا اقول ما هي الضمانات لديكم؟ انا الضمانه هو انا. نعم. الضمانه هي المضبطه، الضمانه هي الكلام الصريح الواضح المحدد الذي ليس فيه مواربة. الضمان أن أنا تكلمت تليفونيا مع السيد وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، هذا الكلام ليس فيه هزار. وإذا اختلفنا مع الحكومة ليس معناها أن احنا نطعن في كل شيء، هذا لا يليق. لكن يا أستاذ صبري ما يجعلنا نتساءل الآن أن وزير النقل كان يقول آنفاً في التعليق على هذه الأزمة أنه لا يمكن ويعد ضرب من المستحيل نقل تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل. فما الذي تغير حتى يعني يوافق هكذا؟ الذي تغير هو أن احنا نعرض الدراسة القانونية المالية، واخد بال حضرتك، بما من كل الأجهزة على إمكانية النقل. وفي الحالة دي احنا هيبقى قدامنا الدراسة ولجنة النقل والمواصلات يبقى لها الرأي الاول والاخر، وده الكلام المنطقي. اذا اردت ان انت تعمل حاجة نقل من وزارة لوزارة او من هيئة لهيئة، لابد ان يكون هناك دراسة قانونية مالية تغطي جميع الجوانب، وبعدين تدي قرار. والعمال وافقون على كده، العمال ناس وطنيين، عندما يفهمون اصل المشكلة يقتنعون بالحل. بس طيب، هناك بعد سياسي ينظر إليه البعض كما نظر إليه النائب عبد الفتاح عيد، وهو اعترض على وسيلة عمال النقل في هذا النهج الذي ينتهجونه في لي ذراع الحكومة عن طريق الإضراب المستمر. ألا ترى أن الموافقة بعد 13 يوم اعتصام بهذا الشكل من قبل الحكومة يعتبر نور أخضر أو تصريح ضمني لكل الطوائف الشعب وكل الفئات وكل الوظائف والمهن أن الطريق الوحيد لتحقيق المطالب هو هذا الضغط الذي يثمر في كثير من الأحيان أو الذي ينتج عنه خسائر كثيرة؟ أنا قلت كلام واضح وصريح إن احنا بنحل هذه المشكلة باعتبار أن الإضراب قد انتهى، ليس يعني بالإرغام وبالضغط. ولو هؤلاء الناس ليس لهم حق من الحقوق ما كناش استجبنا لهم. الاستجابة تبنى على الحقوق، وكل النواب، مش الأستاذ فتاح عيد بس، كل النواب قالت احنا مش موافقين على هذه الطريقة في طلب الحقوق. نعم. طيب أستاذ صبري أرجو أن تبقى معي، والآن سأستمع إلى رأي الأستاذ محمد عبد الخالق وهو محصل في هيئة النقل العام. أستاذ محمد، ما رأيك في بنود الاتفاق التي توصلت إليها لجنة النقل بمجلس الشعب؟ أنا كنت سامع اللي كان مع حضرتك. أنا مش يعني معترض على اللي هو قاله. مين اللي قال إن الدولة وافقت على مطالبنا؟ الكلام ده مش صحيح.
طيب يا استاذ محمد، انا احب اعرفك بس باللي كان بيتكلم معايا عشان تكون عارف. كان بيتكلم معايا الاستاذ صبري عامر، رئيس لجنه النقل بمجلس الشعب، وايضا معايا على القمر الصناعي الاستاذ صلاح عبد المعبود، وكيل لجنه النقل بمجلس الشعب، وبيقول ان كل الضمانات عندي لانه اتصل بوزير النقل وبمحافظ القاهره، وكان ده الاجتماع ده كان على علم من رئيس الوزراء، فايه اللي هيخليهم يغيروا كلامهم؟ حضرتك ايوه، انا اللي اجتمعوا معاهم، اللي اجتمعوا معاهم وعرضوا عليهم العروض الهزيله دي، الناس رفضتها، العمال رفضتها كليا. فازاي يقولوا احنا، انا سامع حضرتك في التليفون بيقولوا ان احنا نفذنا وان مش دي الطريقه اللي الناس تاخد بيها حقوقها. هم اصلا نفذوا مطالبنا عشان دي الطريقه ولا دي مش طريقه، ده هم ليه بيطلعوا مطالبكم؟ ما الناس. هو هم اللي كانوا حاضرين الاجتماع دول مش ممثلين عنكم؟ لا بص حضرتك، الناس دول فعلا بيتكلموا عننا، بس بينزلوا في الاخر يقولوا الاتفاقات اللي حصلت والعمال ليها انها ترفض او تقبل، فالعمال كلها رفضت. يقدر العمال الاتفاق رفضت عادي ازاي اذا كانت الازمه اتحلت والناس رجعت شغلها؟ حضرتك، الكلام ده كذب. حضرتك ممكن لا تقول كذب لي يا عم ايه بس الاستاذ صبري، يعني، لا النهارده حضرتك الوضع مختلف خليك معايا. وفي عمل فعلا في الشوارع، الاتوبيسات شغاله وهيئه النقل العام شغاله. حضرتك انا واقف في جراشي ومفيش ولا عربيه خرجت، الكلام ده منين؟ انت في اي جراج؟ انا في جراشي المظلات. اه الاستاذ صبري عامر ممكن يقول لي ايه هي الطلبات اللي حققها للعمال؟ انا اقول لك معلش نيابه يا عنه بس استاذ. عشان ايه، اوفر عليك الوقت وناخد رايك كويس. انتوا كنتوا طالبين النقل، نقل التبعيه لهيئه النقل العام الى وزاره النقل، هذا الموضوع يدرس جيدا ووعدوا ان هو سيتم. انتوا كنتوا طالبين نهايه خدمه، يعني في البنود الاتفاق نصت على ان نهايه الخدمه ستكون شهرين عن كل عام، اي بما يعادل 72 شهر بدل من 54 شهر. انتوا ايضا كنتوا طالبين حافز اثابه، وهذا تم الاتفاق عليه، يعني ايه اللي ناقصكم تاني؟ طب انا اقول لحضرتك تفندها، بس حضرتك انت بتتكلم وخلاص، وانا اسف يعني الكلام ده ما حصلش. لا انا انت بستفسر منك، لسه انا لست طرف، انا بستفسر منك. وزير النقل دلوقتي حالا على القناه الاولى بيقول احنا عرضنا على ممثل العمال ان هيئات النقل اللي في العالم كله تبع المحليات، يعني ما فيش نقل للوزاره، يعني ده تسويف، زائد ان الشهرين ايوه دول هم الوحيدين. ده كلام في شرح القضيه، لكن النهايه ان بنود الاتفاق التي وقع عليها رئيس لجنه النقل بمجلس الشعب والناس اللي عشان بس ما اطولش على حضرتك، النهائي اللي العمال مصممه عليه، يا اما البركه حالا او اللعنه حالا، طب يا يا اما استاذ محمد انا هسالك سؤال، الانضمام لوزاره النقل حالا، يا اما حافز الاتابه حالا. وده يعني مش معنى ثلاثة اربعه عمال وافقوا الا ما بقيت العمال متجمهره قدام الجراشات ومش واقع الكلام ده. يعني ايه حالا؟ يعني ايه حالا؟ يعني حضرتك ينزل لي منشور لقد تقرر الانضمام الى وزاره النقل يوم 1/5 زي ما هو وعد، انما وعد الدراسه دي حضرتك احنا زهقنا من التسويف انت والمماطله دي. عايز حاجة رسمي احنا تطمنك صح كده؟ تمام طيب حضرتك، انا انا هسأل السؤال ده، شوف خليك معايا يا استاذ محمد عشان توصل في النهاية برضو لثمرة الحوار. استاذ صبري عامر رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب، سؤال اخير، يعني هذا واحد من العمال استاذ محمد عبد الخالق محصل في هيئة النقل يقول احنا نريد تطمين رسمي منشور للناس كلها. حضرتك اللي كانوا موجودين معانا دول مش انا اللي اخترتهم، هم قالوا احنا ممثلي كل العاملين ومضوا على الاتفاق، والمنشور الرسمي حضرتك انا مضى عليه وصورته موجود، الاصل موجود عندنا والعمال هم ماضيين عليه، ويعتبر هذا الاتفاق ممضي من رئيس مجلس الوزراء ومن وزير الماليه ومن وزير النقل والناس كلها. احنا مجلس الشعب مش ناس قاعدين كده في نادي بيخلصوا موضوع على بعض ويضحكوا على الناس، لا بس لكن معلش هو يا استاذ صبري، هناك شواهد تقول ان الحكومه لا تستجب لكثير من طلبات. حضرتك لو تكرمت انا اعلم تماما ما اقول، ما لو انا عارف تكرمت انك تعلم ما تقول، وانا اسالك بما انا يتحدث به الاخرون. حضرتك هذا الكلام اللي اتعمل كلام ممضى عليه وموقع ورسميا والناس مضت عليه وقالت هنفك الاضرار، وهم لهم الحق الاول والاخير في ان يتصرفون في شانهم كيفما شاءوا، واحنا عملنا اللي علينا كمؤسسه تشريعيه رقابيه، والمسؤولين استجابوا لكل الطلبات في
جلسة مفتوحة بوجود الصحفيين والفضائيات وغيرها، وكل ذلك مثبت ومسجل، والذي يريد أن يقول رأيه آخر يقوله بقى مع زمايله العاملين ويتفق على رأيه ونبقى نتناقش بعد كده. أشكرك شكرا جزيلا على سعة صدرك الأستاذ صبري عامر رئيس لجنة النقل في مجلس الشعب. وأتحول مرة أخرى إلى النائب صلاح عبد المعبود وكيل لجنة النقل أيضا بمجلس الشعب. يا سيادة النائب، يبدو أن يعني حتى الآن هناك في بعض الأفراد في من العاملين في هيئة النقل ربما يعترضون ويقولون أن احنا غير مطمئنين إلى ذلك، وما هي الضمانات؟ فالأستاذ صبري ذكر أن الضمانة هو لجنة النقل بمجلس الشعب. تمام حضرتك، اصلا احنا عندنا اشكاليه كبيره قوي. عمال هيئه النقل 37,000 عامل. طيب هل من المفترض ان انا اقعد مع 37,000 عامل عشان اتكلم معهم واحد واحد، ولا الطبيعي ان هو بيطلع مجموعه من الممثلين ليهم يقعدوا مع اللجنه يوصلوا مطالبهم؟ ده اللي حصل. مجموعه منهم من عند باب مجلس الشعب دخلناهم باختيار المجموعه الواقفه عند المجلس عامله اضرابات، وتكلموا بأسماء كل العاملين. لا يصح بأي حال من الأحوال أن الأخ يقول دول ما بمثلناش، الناس دي أصلا ما بتمثلناش، بتمثل نفسها، بدليل أن الإضراب لسه ما تفكش. ما احنا بنتكلم مع مين؟ ده شيء في منتهى العجب. الأمر الثاني حضرتك، لما تبقى لجنة رسمية، لجنة بتحتوي على مجموعة من العاملين اللي قايمين بالإضراب، ومعانا أعضاء مجلس الشعب، ومعانا وزير النقل ومحافظ القاهرة ورئيسة شركة هيئة النقل العام، والآخر تقول لي أصلا إيه الضمانات؟ طب الحين ضمانات إيه تاني يعني؟ لما يبقى معانا النهاردة رئيس الوزراء على التليفون بيديني ضمانات، وزير المالية بيديني ضمانات، كل الناس النهاردة معايا بتضمن هذا الاتفاق، هل من المعقول إن أنا أقول لك أنا أكتر من كده ضمانات؟ طب إذا كانت الضمانات وصلت إلى هذا الحد، لماذا لا يعلن منشور رسمي كما طلب محمد عبد الخالق وبعض زملائه مثلا؟ اصلا حضرتك المنشور الرسمي ده المحضر اللي احنا بدينا عليه النهارده، المحضر في ايدي اهوت، ماضي عليه مجموعه من العاملين اكتر من 10 مثلا او اقرب من 10 من العماله اللي موجوده كانت معانا النهارده. هؤلاء ممثلين عن الشعب. المجموعه دي حضرتك هو ده الضمان، هو ده المنشور الرسمي. منشور رسمي موجود فيه كل هؤلاء مضوا عليه، وفيه رئيس لجنه المواصلات ولجنة القوى العاملة معانا، والاجتماع ده في كل بنود الاتفاق. اكتر من ضمان ايه تاني يعني؟ ضمان ايه المطلوب؟ منشور رسمي كل ده احنا نضمنه كلجنة نقل المواصلات بما لنا من آلية تشريع ومراقبة على وزارة النقل وعلى وزارة كل الوزارات اللي موجودة دي، الضمانة للشعب اللي احنا بنمثل هذا الشعب. أشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب صلاح عبد المعبود وكيل لجنة النقل بمجلس الشعب، كما أشكر مرة أخرى الأستاذ صبري عامر رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب، وأشكر محمد عبد الخالق الأستاذ محمد محصل في هيئة النقل العام. وأشكركم مشاهدينا الأعزاء، بعد الفاصل وعلى رأس الساعة نأتيكم بموجز لأهم وآخر الأخبار، فابقوا معنا.